السلام عليكم جميعا، درس جديد لشرح أدوات الأرك تول بوكس. في هذا الفيديو موجود شرح لجميع أدوات صندوق التحرير الإديتنج تولز الموجود عندنا هون. لكن قبل الشرح موجود عندنا جدول إكسل فيه جميع الأدوات التحرير 16 أداة. لو دخلنا على جدول الإكسل موجود عندنا هذا اسم ومسار الأداة، اسم الأداة طبعا باللون الأحمر، وهي المسار، هاي صندوق الأدوات، وهي مجموعة الأدوات، وهي اسم الأداة. كذلك موجود عندنا الوصف، وصف الأداة. مثلا في عندنا أداة أداة التريم، شو المقصود فيها؟ يزيل أجزاء الخط التي تمتد مسافة محددة بعد تقاطع الخط، ويمكن قطع أي خط لا يلمس خطا آخر عند نقطتي النهاية. إذا إحنا لما نقوم بقراءة الوصف لأي أداة نأخذ فكرة عن ما المقصود بهاي الأداة. وأي شخص يرغب الحصول على هذا الجدول يكتب تعليق في هذا الفيديو، في أسفل هذا الفيديو يتم إرسال رابط من خلاله يتم تنزيل جدول الإكسل الموجود فيه اسم ومسار ووصف كل أداة داخل صندوق أدوات التحرير الـ Editing Tools. نرجع على الأرك ماب. وقبل الشرح جميع الأدوات الأفضل فهم ما المقصود بصندوق الـ Editing Tools. كذلك يفضل أنه يكون الشخص مستواه فوق الأساسي في برامج الـ ArcGIS، والشرح من خلال موقع GIS4W. ندخل على الموقع من خلال كتابة عنوان الموقع. طبعا لو رحنا على اي متصفح نكتب فوق www.js4w.com بيفتح عنا هذا الموقع اللي هو GIS4w. طبعا بالمناسبة هذا موقع مهم جدا لكل مهتم في مجال نظم المعلومات الجغرافية. موجود فيه دورة مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدمة على برامج الـ ArcGIS. كذلك موجود عندنا روابط لتنزيل برامج مثل الأوتوكاد والـ QGIS والـ Global Mapper والـ Civil 3D وبرامج الـ ArcGIS. أيضا موجود عندنا قسم خاص في الـ Arc Toolbox لجميع الأدوات داخل صندوق الـ Arc Toolbox، ومقالات في نظم المعلومات الجغرافية، وقسم خاص في المعلومات الجغرافية. أما بالنسبة لصندوق أدوات التحرير بنروح هنا على الـ Arc Map على الـ Editing Tool، نكتب نعمل رايت كليك بعدها بروبرتيز ونقوم بنسخ الاسم او كتابته داخل ايقونة البحث. بعد ما نقوم بالبحث عن صندوق الادوات الايديتنج تولز بيظهر عنا اكثر من نتيجة. بنروح على المقال الخاص في صندوق ادوات التحرير. موجود عنا نظرة عامة عن صندوق ادوات التحرير، شو المقصود بهذا الصندوق. طبعا أدوات الموجودة في صندوق أدوات التحرير بتقوم بالتعديل على الظواهر والميزات داخل فئة المعالم اللي هي الفيتشر كلاس أو الشيب فايل من دون ما نقوم بتفعيل الإديتنج. يعني مثلا احنا في عنا طبقة طرق فيها 20 طريق، كل طريق يعتبر فيتشر يعني ميزة أو معلم. احنا بنقوم بالتعديل في الوضع الطبيعي على هذه الفيتشرز او الميزات والمعالم الجغرافية من خلال Start Edit، ومن ثم بنقوم بتعديل الرسم او ادخال البيانات. لكن في هذه صندوق الادوات يتم التعديل على هذه الميزات والمعالم الجغرافية بدون تفعيل الـ Start Editor. اذا شو الهدف من هذا الصندوق؟ في بعض الاحيان يتم التقاط البيانات او تحويلها رقميا يعني Digitizing بدقة غير كافية تفتقر الى بيئة التقطيع. ينتج عن هذه العملية مثلا حدود مضلعة غير مغلقة يعني فيها فجوات او خطوط فيها مشاكل، فهذه المشاكل بتعطينا جودة بيانات غير مطلوبة. لذلك بنقوم باستخدام الادوات الموجودة عندنا داخل صندوق الـ Editing Tools عشان نحسن من جودة هذه الطبقات او هذه المعالم الموجودة عندنا. طبعا موجود عندنا الادوات نقدر احنا نقرأ عن هذه الادوات، وايضا موجود عندنا مجموعة ادوات خاصة بالاندماج فيها مجموعة من الأدوات. لو رحنا على الـ Editing Tools موجود عندنا هون أدوات داخل هاي مجموعة الأدوات، بالإضافة للأدوات والترم لاين وغيرها من الأدوات. إذا ننتقل إلى شرح جميع الأدوات أو كيف إحنا راح نستفيد من موقع JS4W في شرح جميع أدوات التحرير. أما بالنسبة لشرح الأدوات الأفضل قبل شرح الأدوات لو رحنا على الصفحة الرئيسية من هذا الموقع، روحنا على البحث، لو كتبنا مقدمة المرحلة الثانية في عنا موضوع أو مقال معين. لو دخلنا عليه موجود بداخله
ملاحظات. هذه الملاحظات هي عبارة عن كلمات تم تحويلها من اللغة الإنجليزية كما مستخدمة في برنامج الـ ArcGIS، حولناها للغة العربية لتسهيل فهم هذه المصطلحات. الأفضل قراءة هذه الملاحظات، يعني مثلا وين بنشوف إحنا كلمة معلم أو ميزات مقصود فيها الفيتشر، يعني ظواهر جغرافية، والفيتشر كلاس اللي هي فئة الميزة أو فئة المعلم، وأيضا الطبقة داخل قاعدة البيانات بيكون اسمها feature class أو لوحدة بيكون اسمها shape file. أما المقصود بالسمة أو السمات يعني جدول البيانات attribute table. كلمة النقطية أو البيانات النقطية يعني raster data، وكلمة البيانات المتجهة يعني vector data، وأي نوع من البيانات بتم إضافتها داخل جدول المحتويات table of content بيكون اسمها هذا البيان أو هذه البيانات بيكون اسمها layer طبقة. إذا ننتقل إلى شرح الأدوات، نأخذ أداة على سبيل المثال، مثلا في عندنا الأداة الفليب لاين مقصود فيها يعني قلب الخط. شو المقصود فيها؟ طبعا موجود عندنا هون وصف لهاي الأداة وعندنا مدخل واحد. طبعا إحنا بنقدر إحنا نروح نعمل كوبي لهاي الأداة، هاي كنترول سي، بنرجع على نفس الموقع، بنروح على أداة بنروح على أيقونة البحث ونكتب اسم أي أداة. مثلا كتبنا إحنا فليب لاين اسم هاي الأداة، نضغط انتر. طبعا اسم هاي الأداة قلب الخط، وموجود هاي الأداة موجود شرح هاي الأداة مع ثلاث أدوات اللي هم قلب الخط والتنعيم وأداة الالتقاط السناب. ندخل احنا على هذا المقال، موجود عندنا في هذا الموقع أداة التنقل السريع، موجود عندنا من خلاله نقدر احنا ننتقل على اي اداة موجودة عندنا. هاي لو ضغطنا على اول اداة بنقلنا مباشرة لفهم هاي الاداة. طبعا اداة قلب الخط عندنا هاي صورة الاداة بالاضافة لمسار الوصول للاداة، كذلك الوصف. طبعا وصف هاي الاداة يعكس الاتجاه من اتجاه الميزات الخط، يعني لو موجود عندنا خط بيبدأ من نقطة الف لنقطة باء، هاي الاداة بتخلي الخط يصير من نقطة باء لألف. هيك احنا اخذنا فكرة عن هاي الأداة وعرفنا كيف نستخدمها. وبنفس الطريقة بنكون بالاستعلام عن أي أداة موجودة في الأركتل بوكس أو في صندوق أدوات التحرير، وبنقرأ عن هاي الأداة وعرفنا كيف نشتغل على هاي الأداة. أيضا أي شخص بتواجهه مشكلة بفهم أي مدخل داخل أي أداة في هذا الموقع بإمكانه ينزل أسفل المقال، موجود عندنا تعليق، موجود عندنا تعليقات، بكون بإدخال التعليق تقوم بإدخال المشكلة التي تواجهها في هاي الأداة وسيتم الرد عليها. وبنفس الطريقة احنا بنقدر نستعلم على أي أداة موجودة مش بس في صندوق أدوات التحرير، موجودة في أي صندوق داخل الأركتول بوكس. مثلا لو رحنا على صندوق أدوات السيرفر على أي مجموعة أدوات، رحنا مثلا على هاي الأداة نقدر احنا نعمل كوبي لهاي الأداة ونروح على الموقع وعلى أداة البحث، تظهر عندنا نتيجة هاي الأداة. طبعا موجود هاي الأداة مع أكثر، موجود هاي الأداة شرحها مع كمان أداة ثانية. ندخل على هذا المقال، من خلال أداة التنقل السريع بنختار الأداة المطلوبة وبنقرأ عنها، فإحنا أخذنا فكرة كافية وعامة عن هاي الأداة. وأيضا في حال واجهت أي مشكلة في المدخلات من خلال التعليق سيتم الرد لوصف اي مشكلة بتواجهها في اي اداة. واتمنى من الجميع انه اخذ فكرة عن هذا موقع GIS4V الذي من خلاله يتم شرح اي اداة موجودة داخل صندوق ادوات الارك تول بوكس. وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم.